الكرام، وكل شويه نرجع لحضراتكم من اعراض قاعه التغطيه خاصه جدا لشبكه قنوات سي بي سي من مهرجان الجونه في دورته الثانيه. خلوني ارحب بالنجمه دره. دره اهلا بيكي. دورة، يمكن خليني ادخل على طول في كلام عن المهرجان والدوره الاولى. كان ليكي مشاركه هامه جدا من خلال فيلم الشيخ جاكسون. الدوره دي انطباعاتك حتى الاوليه، شايفه ازاي نجاح الدوره الاولى وخصوصا الناس مستنيه كتير من الدوره الثانيه، الافلام اللي مشاركه كمان مع النظر كده لاسمائها، برايك مدى قوتها في المنطقه كلها ويمكن في العالم مش بس في المنطقه العربيه؟ طبعا انا سعيده بمشاركتي السنه دي كضيفه. السنه اللي كانت كان في فيلم الشيخ جاكسون في افتتاح المهرجان، والسنة اللي فاتت كان يعني كنا بنشهد ولادة مهرجان جديد مهم في الوطن العربي في مصر. السنة دي تاني سنة، تاني دورة أكبر، وفي يعني صدى وإشعاع للمهرجان بقى كبير، ودي حاجة مشرفة. مهرجان مشرف، في أفلام مهمة بتشارك فيه كمان السنة دي، وفي ضيوف كتير، ولسه ما أقدرش أقيم يعني، إحنا لسه في الأوبنينج. طيب دورة، بتصوري دلوقتي يوم مصري، كلميني اكتر عن الفيلم. يوم مصري او يعني مولد يا سيدة، احنا لسه ما بين الاسمين. الفيلم طبعا يعني بطولتي مع خالد النبوي واحمد الفيشاوي وحنان مطاوع، ويعني ممثلين الحقيقه ونجوم انا بحبهم، بحب تمثيلهم. الفيلم يعني انا مش عايزه اقول تفاصيله قوي، بس هتشوفوه. احنا لسه يعني صورنا جزء دلوقتي، يعني متوقفين شويه عشان المهرجان وهنرجع نكمل يعني. بس الدور اللي انا بعمله دور مختلف تماما، دور ممرضه غلبانه زي ما بيقولوا وبتكافح يعني. هو يوم مصري فعلا؟ هو يوم مش يعني ما نقدرش نقول ان هو ده اليوم المصري، لكن هو يوم من ايام الشخصيات دي اللي هي شخصيات من قاع المجتمع المصري. بشكرك يا دورة، ثانك يو على وجودك معنا. بشكرك، ميرسي.